يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي أهله مدة سنة، هل يصح أن يقوم المزكي بشراء سيارة للفقير من الزكاة حتى يتكسب هذا الفقير من السيارة، وبهذا الطريق يتم سد حاجته؟ لا شك لا بأس بذلك، أنه يشري له بيت يسكنه من الزكاة، يشري له سيارة يستعملها ويؤجرها ويتعيش عليها من الزكاة، هذا شيء طيب. نعم.